هل صحيح انه لازم كل فترة نعمل فحوصات عامة تشيك اب لكل شيء حتى لو ما حاسين بأي عوارض؟ هاي، أنا دكتور سارة البابا طبيبة عائلة، وبحلقة اليوم من فيتامين أونلاين حنحكي عن فحوصات دم التشيك اب اللي لازم نعملها وإيمتى لازم نبلش. كثير من الأشخاص بيفكروا إنه ليهتموا بصحتهم كل فترة وفترة لازم يعملوا فحوصات دم التشيك اب، يعني فحوصات عامة لكل شيء، ولكن هذا الشيء ما هو ضروري. فحوصات الدم الوحيدة اللي أثبتت الدراسات إنه لازم نعملها لنطمن على صحتنا وكتشيك اب ونحمي القلب هي فحوصات الكوليسترول والسكري. فحص الكوليسترول هو فحص لازم نبلش نعمله عند الرجال ابتداء من عمر 35 سنة وعند النساء ابتداء من عمر 45 كرمال نكشف بشكل مبكر عن أمراض الكوليسترول ونحمي شرايين القلب. ليش هالاختلاف بين الرجال والنساء؟ لأنه النساء في عندهم هرمون الأستروجين اللي بيحمي شرايين القلب، ففينا نبلش الفحوصات على عمر 45. بس إذا كان الشخص مدخن، خاصة اللي بيدخنوا كتير أو بيعاني من وزن زايد، يعني مثلا مؤشر البدني أكثر من 25 أو 30 حتى، وإذا كانوا مثلا بيعانوا من ضغط أو عندهم مشاكل قلب بالعائلة تحت عمر 50 لازم يبلشوا يعملوا الفحوصات قبل. للنساء ببلشوا يعملوها بهيدي الحالة من عمر 30 ل 35، والرجال ببلشوا يعملوها من عمر 25 ل 30. هذه الفحوصات لازم نعملها مرة كل 3 ل 5 سنين حسب النتيجة اللي بينت بأول مرة نعمل الفحص، وهذا الشيء بنقرره مع الطبيب. بينما فحص السكر لازم نبلش نعمله ابتداء من عمر 40 للرجال والنساء، خاصة إذا كانوا مدخنين أو بيعانوا من وزن زايد أو عندهم ضغط ومشاكل صحية تانية أو عندهم كتير أشخاص من العائلة عندهم سكري. فحص السكر لازم نعمله مرة كل سنة لثلاث سنين، هو عبارة عن فحص يا الـ FBS أو السكر على الريق أو فحص مخزون السكر أو الـ HbA1c. هيدي الفحوصات لازم دايما نتابع نتيجتها مع طبيب العائلة، لأنه هو الطبيب المتخصص بإجراء الفحوصات الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض. هلا اكيد في بعد صور واجراءات ثانيه غير فحص الدم لنكشف عن امراض ثانيه مثل مثلا سرطان الثدي او سرطان القولون، ولكن هذا الشيء رح نحكي عنه بحلقات ثانيه واكيد فيكم تتابعوه مع طبيب العائله لتعرفوا اكثر. بتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه اليوم من فيتامين اونلاين. اذا عندكم اي اراء او تعليقات اكتبوا لنا اياهم، وما تنسوا تعملوا لنا فولو على برنامجنا على ستارت اب مينت. انا بشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده وموضوع جديد من فيتامين اونلاين، ومن هلا لوقتها بتمنى لكم أسبوع حلو.